خطوة أولى نحو التحول الرقمي في المعاملات الرسمية، إقرار مرسوم المستندات الرسمية الإلكترونية الذي يجيز استعمال المستندات الإلكترونية في المعاملات الرسمية. هذا المرسوم أبصر النور بعد انتظار دام أكثر من 5 سنوات على إقرار المجلس النيابي قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، الذي يتضمن فقرة تعنى بالقطاع الخاص وبالقطاع العام في هذا الخصوص. هذا المرسوم إجا حل موضوع اللي بيسمح للقطاع العام، يشرع للقطاع العام اذا بدك انه يقدر يتعامل الكترونيا او ياخذ توقيع الكتروني او يعطي توقيع الكتروني للقطاع الخاص. ففي كثير اجراءات بقلب القطاع العام، هلا صار بيقدر مسؤول هذه الاداره يتعاقد مع شركه دوليه معترف فيها ضمن شروط معينه تيروح ويقبل توقيع الإلكتروني تبع المواطن. هل يعني ذلك أن لبنان انضم رسميا إلى الدول التي تعتمد نظام الحكومة الإلكترونية؟ المواطن وكلنا يعني منضيع أوقات بين تشريع التوقيع الإلكتروني والدولة الإي جوفرمنت، يعني الدولة الإلكترونية. الإي جوفرمنت مشروع كتير كبير، يعني مشروع ما بظن بعد ما يعني حتى ما بدأنا فيه للأسف. أكيد في شيء تشريعي بس في شيء تنفيذي كتير كبير وكتير صعب. وبالعودة إلى المرسوم، سير به مرهون بميزانية كل إدارة عامة، فالمرسوم بحسب بيان وزارة العدل تضمن مواد تمتع المستندات الرسمية الإلكترونية بأعلى المعايير التقنية المعتمدة عالمياً، بالإضافة إلى المواد اللازمة التي تسمح للوزارات والإدارات والمؤسسات الرسمية بالتخاطب الإلكتروني. هذا البروسيس لبنان يقبل فيه، أول شيء صار لبنان بدك تحط المعايير، قام وزير العدل بهالواشي مع الوزراء الاثنين التانيين عملوا حل اذا بدك مؤقت قبل ما يخلقوا الشركه اللبنانيه اللي هي بدها تشيك انه المعايير مزبوطه. اعتمدوا على المعايير انه بناخذ الشركات يلي اوروبا كلها سوا سمحت لتكون. العمل سيبدأ الأسبوع المقبل على تحديد الأطر التطبيقية لهذا المرسوم، خصوصاً في مرفق العدالة، ما سيسهل ويسرع معاملات المواطن ويخفف كلفتها على الخزينة. والأهم من كل ذلك أنه الخطوة الأولى في سبيل إلغاء البيروقراطية وفي سبيل مكافحة الفساد وإلغائه.